نغتر بهذه الفرصة هذه نلتقي واحد الفاعل جمعوي، وكذلك يعني هو يعني عامل بمستشفى الإقليمي مدينة العرائش اللي يعطينا يعني المواكبة ديال الكوفيد يعني كورونا يعني مدينة العرائش، وكذلك الحملات التحسيسية التي قادها داخل يعني المستوى مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك يعني قنوات يعني الإعلامية المحلية. كانت كنديروا جهدنا من اجل مدينه العرائش باش تبقى مرفوعه دائما، والنداء اللي كنعطيه دائما غيره على مدينه العرائش، ودائما معروف انا كنخدم مع الاشبال وكنخدم مع الاجيال ديال مدينه العرائش، وحتى انا خدام في هذا الدومين هذا وعارف الخطوره وعارف شنو كاين، علاش كنعطيه هذاك النداء الاخوان كنساعدهم باش على الله نفوتوا هذه الظاهره هذه. نعم، بصفه خاصه يعني ان المساله يعني كانت لاحظتي بعض الخروقات يعني اللي كانت يعني مسجله ولكن يرجع للغيره يعني ديال التخوف يعني. عاد على حسب هذيك مدينه العرائش كيعرفون. اذا صافي على حسب كيعرفوني هنا في مدينه العرائش بزاف كيبقاو يتصلوا بيا بزاف اكثر من 70 واحد، واش كاين كلشي مخلوع، كاين بعض الوحدين اللي عندهم فيسبوك كيبقاو يديروا الاعلانات الخاطئه في الفيسبوك، كاين 4 الحالات كاين 5 الحالات كاين 6 الحالات، كنعطيهم هذاك النداء كنقول لهم اللي تسمعوه من الاذاعات المعترف بها من طرف الدوله هي اللي تتبعوه، ما تتبعوش الحاجه الصغرى، حيت هنا بان ضعافين، نصف العرايش بان ضعيف، اللي كيسول على شحال كاين شحال كذا كامل ضعيف. نعم، وانت كيف كنتي داخل المستشفى يعني في اطار العمل ديالك وديك الشيء، كيفاش يعني انتم كفريق يعني مكلفين بالحراسه كذلك داخل المستشفى يعني كيفاش واكبتوا الحدث؟ احنا دايرين الوقايه ديالنا كاملين، وكما كتشوف احنا كاملين بالماسكات وكذا، كنطلب الله احنا اللي سكن مجند احنا كنغامروا بحياتنا سبيل الوطن، لهذا كنطلبوا منهم الاخوان يدخلوا لديورهم وما يخرجوش، راه كاينه خطوره بالخصوص في هذه الايامات هذه الاخيره. هذا الاسبوع هذا اللي باجي هو اسبوع حاسم يعني غيكون يعني مرتقب يعني اش كتوجه للناس؟ كنوجه الناس الاسبوع اللي باجي داخل انهم يدخلوا لديورهم، وما كرهناش يوقفوا حتى ذاك المعامل، راه كيكون تجمع كبير في هذاك المعامل. المهم هذا كيبقى الدور ديال السلطات، يعني احنا بالنسبه لنا هو الدور ديالنا التحسيسي والوقائي، وكذلك يعني